السلام عليكم حبيباتي، كدادي لبس عليكم. تتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم جيت نقدم لكم واحد الوصفه ديال الكيش، وصفه سهله سريعه، كيش بالتونه. قبل ما نبداو في الوصفه، بغيت نهضر شويه على هذا الشيء اللي واقع في العالم كامل. هذا الفيروس اللي انتشر بواحد السرعه مهوله، صراحة الله يحد الباس والله يرفع علينا هذا البلاء. تتمنى كلنا ندعو الله سبحانه وتعالى باش يرفع على العباد ديالو هذا البلاء. كل شيء في يد الله، وان شاء الله هذه تكون غمامة صيف وتدوز بسرعة ان شاء الله، وتدوز لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله، والله يخلي لكم كل ما عز عليكم. ولكن باش اننا نمر من هذه المرحله بسلام، ضروري ضروري من الوعي، ضروري من الوعي. خصنا نبقاو في ديورنا، ما نخرجوش. بحال حنا هنا داروا الاجراء ديال الغرامه، انه اللي لقاوه برا تيتمشى من غير لوتوريزاسيون، من غير واحد تكون عنده واحد الورقه اللي تثبت السبب ديال التنقل ديالو، غادي يضربوه واحد غرامه ماليه، يعني باش يزيروا شويه الناس باش يبقاو في ديورهم. حيت واخا كاين هنا شويه ديال الوعي، ولكن كاين بعض الناس اللي مازال خرجين الداي صغار ويدوروا بهم في الزناقي، وهذا يعني واحد الشكل اللي الصراحه ما عرفتش واش ما حاسينش بالخطوره ديال هذا الفيروس، ولا راه سريع الانتشار، سريع الانتشار. راه بين ليله ونهار تتلقى الاف اللي تزادوا، الاف ديال المصابين تتزادوا بشكل مهول، بشكل سريع، الله يستر. اذا بقاو في ديوركم، حتى واحد ما يخرج من داره الا للضروره القصوى. يخرج واحد يا الاب يا الام بلا دراري، دراري خليهم في الدار، خرجوا قضيو غرضكم بسرعه 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 ورجعوا لداركم. هذا الشيء بالنسبه لهنا. بالنسبه للمغرب، تنتمنى انهم يوعوا ويجلسوا في ديورهم. شفت بعض الفيديوهات، الاغلبيه ديال المدن المغربيه الحمد لله باقيين في ديورهم، ولكن مازال كاين ناس اللي مازال تيخرجوا على برا، مازال تيمشيو للاسواق، مازال تيمشيو للمستشفيات. ما تمشيوش للمستشفيات الا ما كانش عندكم رقم اخضر، اتصلوا بذاك الرقم. اذا كانت شي حاله فيروسيه اتصلوا بالرقم الاخضر، هما اللي يجيو حتى لعندكم. ما تمشيوش نتوما للمستشفيات، حيت راه تتعاديو الناس اللي كاينين تما. الا كنت مريض، والا ما كنتيش مريض، ممكن انك ان العدوى تنتقل ليك من تما. اذا باش نحتاطوا، ما تمشيوش. اللي حس براسو انه مصاب بالفيروس يتصل بالرقم الاخضر اللي عندكم، وغادي يجيو عنده حتى لباب الدار. حاجه اخرى بالنسبه للشباب، كاين بزاف ديال الشباب اللي واخدين هذا الموضوع بواحد طريقه مضحكه. في الاول كان طريقه مضحكه، دابا بداو تيوعوا شويه، ولكن مازال ما عندهمش داك الوعي انهم يبقاو في الدار، ما يخرجوش من الدار. شوف اخويا ولا شوفي اختي، الا خرجتوا يمكن نتوما تكون عندكم المناعه اللي واخا تصابتوا بهذا الفيروس عندكم المناعه اللي غادي تدافع عليكم. ولكن رأيين فوا انكم تمشيو للدار، عندكم والديكم، عندكم الناس اللي قراب ليكم، الناس الكبار، الناس هذوك اللي ما عندهمش المناعه، راه بسرعه 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 تقضي عليهم هذا الفيروس. اذا انت ولا انت ما غاديش تبغيو انكم تكونوا السبب في نقل الفيروس للناس اللي عزاز عليكم. اذا تنتمنى توعوا، جلسوا في ديوركم 15 يوم، مادات ما جات، ديروا لي زاكتيفيتي في الدار. عطى الله ما يدار، عطى الله ما يدار في الدار، عطى الله ما يدار. نسى تلهوا مع شغالكم، جبدوا الكاني، تلهوا مع راسكم، ديروا لي ماسك، ديروا شهيوات، دير اي حاجه، تلهوا. عطى الله فاش تلهى، ماش نقولوا لا راه جلس في الدار، لا غادي نقنط، لا بغاش تقنطي، بغاش تقنطي. الا درتي ديري داكشي اللي تعجبك، ديري داكشي. انا تعجبني الطبخ، اذا انا تنتلهى مع الطبخ، تنصور لكم فيديوهات تنحطهم. اذا انا ما تنحسش بالوقت، يعني ما تنحسش بديك
بديك انني او لا راني في الدار راني قنطانه، لا ما رانيش قنطانه، راني تندير الوصفات ديالي ديال الطبخ، مره تنصور لكم داكشي اللي تندير، تندير لي زاكتيفيتي مع بناتي باش حتى هما ما يقنطوش، حيت الدراري الصغار حتى هما لا تيقنطو الا بقاو محبوسين غير في الدار لا تيقنطو. اذا نعطيهم حتى هما شويه ديال الوقت تاعهم، نلعبوا معاهم، نديروا معاهم لي زاكتيفيتي، ان شاء الله هذه غمه وغادي تزول ان شاء الله بسرعه الى اتحدنا والى وعينا بالخطوره ديال هذا الفيروس، وحاولنا اننا نحميو راسنا ونحميو الناس اللي دايرين بينا، وان شاء الله ان شاء الله هذا الشيء يدوز بسرعه ونرجعوا لحياتنا الطبيعيه، حيت بين ليله ونهار تقلبات الحياه ديال الكل، وان شاء الله يكون غير خير ان شاء الله. بغيت غير نهضر على هذا الموضوع بعجاله حيت هذا الموضوع شحال ما هضرتي فيه راه ما غاديش يسالي. اذا ندوزوا الوصفه تاعنا، كي قلت لكم اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد الكيش ديال التونه او الطون. غنحتاجوا عندنا هنا علبه ديال الطون، عندنا هنا الا كان ديال الماء ولا تاع زيت نصفيهم الماء او من الزيت، عندنا هنا شويه ديال البصله وشويه ديال الفلفله مشحره شحنا وشويه تاع زيت مع شويه تاع المليحه وشويه ديال الابزار، عندنا هنا الجبن المبشور، عندنا هنا الزيتون هذا اللي بالعظم، ثلاثة ديال البيضات، ملعقة كبيرة نشا، عندنا هنا 8 غرام من خميرة الحلويات، كريمة سائلة عندي هنا 20 سنتيلتر، شوية ديال الجوزة، الأعشاب المنسمة، الملح، وعندي العجين المكسر أو بات بريزي أنا شريتها جاهزة. إذا بغيتو ندير معكم الانواع تاع لي بات تركوا هذه في التعليق، وان شاء الله غادي ندير فيديو وغادي نديرو مجموع ان شاء الله هاد الانواع ديال العجائن او لي بات. نبداو على بركه الله. اول حاجه غنوجدو لاباري، اذا درنا ثلاثة ديال البيضات غنكبو عليها الكريمه السائله. اذا بعد ما درنا البيض والكريمه السائله غنديروا شويه ديال الملح، ما نكثروش حيت التونه تتكون مالحه، غنديروا شويه ديال الاعشاب المنسمه، شويه من الاعشاب المنسمه، غنديروا شويه ديال الجوزه، نديرو غير شويه حيت الجوزه ديجا مجهده صراحة، الجوزة تعطي نسمة زوينة لكيش. وغادي نضيفو خميرة الحلويات، صراحة خميرة الحلويات تتخلي هاد لاباري ديال الكيش متشفشة، يعني تجي شوية طالعة. وغادي نديرو ملعقة ديال مايزينا، الدور ديال النشا انه تينشف ديك الحشوه ديالنا، ما تخليهاش ملي تاكلي الكيش ديالنا الكيش ما تتحسيش به، تحسيش فيه فازك، يعني تتنشف لينا ديك الماء اللي تيكون في الحشوه. من بعد ما خلطنا لاباري ديالنا غادي نزيدو عليها الفورماج المحكوك، عندنا هنا واحد 70 غرام ديال الفورماج المحكوك، يعني تبقى على حسب الذوق، اللي كيعجبو الفورماج بزاف يزيد، اللي ما كيعجبوش بزاف ينقص منو. نخليو لاباري ديالنا على جنب نمول، الى غادي نتركبوه بحال هكا بالفورشيط، نتركبوه كامل، نتركبو الجناب، نتركبو كلشي.
اذا بعد ما تقلنا العجين كامل ناخذ البصله ديالنا والفلفله اللي سبق وشحناهم نبسطوها هكذا على كيجينا كامل. ناخذ التونه ديالنا نحطوها بحال هكا على كيش كامل، ندوزو على الكيش كامل الجناب كلشي بحال شتو. من بعد ناخذ الزويتينات ديالنا بحال هكا نوزعوهم حتى هما ونكبو عليها لاطارة ديالنا اللي درنا من قبل. دين هذا كيش سريع ولكن تيجي بنين بصراحة. ممكن اننا نعوض التونة بالقطع ديال الدجاج او لا بالكفتة، تبقى نفس الطريقة. اذا تنغيرو غير مثلا التونة بالكفتة او لا بقطع الدجاج، هذا بالكروفيت. ولكن تبقى هذا ديال التونة اسهل واحد فيهم. إذا نحاولو نوزعو هاد الفرماج على كاع الكيش ديالنا بحال هكا. وندخلو الكيش ديالنا الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى يتحمر لينا وطيب لينا العجين ونخرجوه ونشوفوه مع بعض. وهذا الكيش ديالنا من بعد ما وجد من بعد ما طاب تيجي على هذا الشكل. غادي نقطع لكم واحد الطريف وتشوفوا من الداخل كيف تيجي. الكيش ديالنا تيجي على هذا الشكل من الداخل، تتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.